نهارك بفوائد الحليب والفاكهة بدون مواد حافظة. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. يعني لا أظن. لا تعتقد؟ لا أعتقد. عادية لا أعتقد حتى. لا أعتقد وأريد هذا. تريد تأهل منتخب البرازيل؟ نعم. حتى نتمتع أكثر. لا نتمتع أكثر يعني. شوف ربعة واحد مع كوريا متعة متعة كروية. أداء خرافي. حتى اللاعبين في الاحتياط شوف احترام الكبير لهذا المدرب. نعم. يعني أعطاه فرصة. يعني هذه كأس العالم يعني راهي تدرس وتعطي دروس لعدة مدربين بدون نقص على بالي انت مخك بالك فكرك يروح في مانيش نتكلم عن المنتخب الجزائري باش يكون في علمك حتى ولو كان بعض الامور اللي تتقارب يعني في الفكره اني حاب نجوز يعني شوف اللاعبين كلهم لعبوا حتى الحارس الثالث الا الطبيب اللي مازال ما دخلش طبيب الفريق صح يعني هذا دليل على قوة هذا المنتخب على التوازن في كل الخطوط حارس مرمى الدفاع الوسط الهجوم ونظن لهذا نرشح هذا الفريق لأن هالفريق قوي نعم قوي حتى بالاحتياط تاعه ما كانش احتياط يعني كان فكرة مدرب كان تكتيك كان مباراة اللي تناسب هذا اللاعب وتناسب ما تناسبش هذا اللاعب يعني لا أظن لا تعتقد لا أعتقد عادية لا أعتقد حتى لا أعتقد وأريد هذا. تريد تأهل منتخب البرازيل؟ نعم. حتى نتمتع أكثر. لا نتمتع أكثر يعني. شوف ربعة واحد مع كوريا متعة متعة كروية. أداء خرافي. حتى اللاعبين في الاحتياط شوف احترام الكبير لهذا المدرب. نعم. يعني أعطاه فرصة. يعني هذه كأس العالم يعني راهي تدرس وتعطي دروس. لعدة مدربين بدون نقص على بالي انت مخك بالك فكرك يروح في مانيش نتكلم عن المنتخب الجزائري باش يكون في علمك حتى ولو كان بعض الامور اللي تتقارب يعني في الفكره اني حاب نجوز يعني شوف اللاعبين كلهم لعبوا حتى الحارس الثالث الا الطبيب اللي مازال ما دخلش طبيب الفريق صح يعني هذا دليل على قوه هذا المنتخب على التوازن في كل الخطوط حارس مرمى الدفاع الوسط الهجوم ونظن لهذا نرشح هذا الفريق لان هالفريق قوي نعم قوي حتى بالاحتياط تاعه ما كانش احتياط يعني كان فكره مدرب كان تكتيك كان مباراه اللي تناسب هذا اللاعب وتناسب ما تناسبش هذا اللاعب نهارك بفوائد الحليب والفاكهة بدون مواد حافظة.